Em cho chị ít bông anh. Được không Vũ? Được rồi. Không 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 hề. Sát khuẩn bao video như cho nó này, lấy tăm bông vạt cho nó gọn. Chờ dùm cho chị bé mấy phút nữa thôi. Dạ.
bấm thuận rung. Xí ra xí trở lại. Anh ấy tiền cho chị sao chứ? Tiền cho mùng 1 mấy? Mùng 80 à? 80? Ừ. Mùng trường 4 thêm 80 chị. Chị không lấy dưỡng à? Thấy dưỡng rồi. Dạ, cái nó tính nam đó chị, 7-8 tháng đó chị. Nhưng mà làm xong là có bảo hành cho chị máy nam nữa nè. Của chị hết, hết của hắn. Hết của hắn là 6 triệu đó chị. Dạ. Tại vì làm tụi em bao tới khi mua hết với lại bảo hành thêm nữa. Bảo hành thêm máy làm sao nữa. Nhưng mà máy làm sao đã không lây là không lây. Chỗ nó không lây là không lây chị ngay. Chứ không phải như chị nữa mà lan kim chẳng mờ sao rồi giờ bữa lan niên lại như rất là không có. Một tuần là mấy bữa? Dạ không, cái nó tính tháng chị. Tháng là lần. Tháng là lần. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبيبي في كل مكان. يا رب تكونوا بخير وأسمعكم دايما كل خير. النهاردة هنعمل مع بعض الديك الحلو دي, الديك الرومي. هنعمله مع بعض التتبيل حلو خالص. أنا هتبله طبعا يا جماعة, عندنا عزومة فأنا إيه لازم أتبله من بالليل عشان خاطر إيه يشرب التتبيل ويبقى حلو خالص. معايا هنا إيه, اللهم صل على سيدنا محمد, معايا جزر, معايا طماطم, معايا فلفل, معايا ثوم, معايا بصل, معايا نص كوبايه من البرتقال انا عصراه ومصفياه, معايا كاتشب, ومعايا البهارات كلها اللي انا ايه
هستخدمه. ومعايا زيت لو في اللهم صل على سيدنا محمد عسل نحل، انت تحطه بردك عليه، بس انا بصراحه مش عندي. هو العسل النحل بخليها حلو خالص، بدي لها لون جميل، فانا ايه مش عندها. حط هنا نص الكاتشب دي اهو على الزيت. انا هعمل ايه اللهم صل على سيدنا محمد، عشان الطبق صغير اجيب طبق كبير. معانا اللي اجيب الطبق كده، هكب ال هحط الزيت والكاتشب هنا، معايا البرتقال. طبعا انا عصريه يا جماعه في ال حطاه في ال في الخلاط، ضربها في الخلاط ومصفيها بالماء الصفاية عشان ايه يعمل معايا. معايا هنا ايه وادي الخلطة، هجيب معايا هنا معلقة من الكاري، معايا هنا بابريكا، معلقة من البابريكا، معايا هنا توم بودر، توم بودر، بصل بودر، معايا فلفل أسود، معايا هنا البهارات بتاعت الفراخ برضك، نحطوا معلقة مني كده، بعض حلو خالص للحاجة زي كده اهو. هعمل الخلطة دي كلها وهضربها ببعض، وهنجيبه ملح أبيض، هضرب الخلطة دي كلها كده، وبعد ما اعمل ده كله هصفيها وارجع لكم تاني. ودي بعد ما خلاص اهي صفيتها بالمصفاية الخلطة بتاعت الجبارة دي اهو، معايا السرنجة اهي. طبعا السرنجة دي جديدة يا جماعة، انا اول استخدامها دي. بعد ما تخلصي ترميها، تخليها لو انت هتعمل بيها اي حاجة تاني، لكن هي كده كده تترمي، عشان هي لو قعدت اكتر من كده هتبوظ. طبعا انا هجيب السرنجة كده وهشفط من الخلطة بتاعتي ده، واغرز بسم الله في ال في الديك بتاعي. بصوا يا جماعة أنا عملتها بالسرنجة، بس للأسف الإبرة بتاعت السرنجة صغيرة، فهي مفروض تكون سرنجة كبيرة عشان خاطر تدخل في الديك. هعمل إيه؟ أنا هفتح كده في الديك بالسكينة كده أهو، وأروح مدخلها برضك، يعني الواحد يفكر يعني، وأدخل كده وأهو أدخل، فبتخيخوش دخلت من جوه. التتبيلة عايزاها تدخل من جوه، أني تتبل الديك اهو. عبي كده الحقنه وافتح كده من الديك من هنا كده في الناحيه الثانيه اهو بالسكينه كده، واروح ندخل السرنجه كده، واروح ندخل ايه كده كده اهو. بصوا التتبيله هتدخل من جوه. هعمل الديك كله بالمنظر ده، هعمل معاكم ثاني اهو. الخلطه دي انا عاملاها عشان ادخلها في الديك من جوه، فما ينفعش ان انا اسيبها كده، لازم ادخلها من جوه. فالابره ما نفعتش، قال لك الجيش ايه اتصرف. افتح كده في الديك واروح لك اهو، دخلت بصوا الخلطه دخلت لي من جوه كله، هتتبل لي الديك كله من جوه. هفتح في كل مكان في الديك وهعمل التتبيله دي. هعمل معاكم واحده تاني اهو. اللي عنده سرنجه مثلا يا جماعه كبيره، هغز كده الديك من هنا اهو، هغز الديك كده واجيب السرنجه كده واروح مدخلها في الفتحه اللي انا عملتها اهو. دخلتي بصوا دخلت في التتبيل اهو، بصوا هتتبل لي الديك كله. هعمل الديك كده كله بالنظام ده برضه، هجيب هنا اهو واروح اهو في الديك من هنا اهو، بصوا اهو كده، واتبل الديك من جوه خالص، هتخش لي تتبيله. وبعد كده هعمل معاكم الخلطه الثانيه اللي هي ايه اللي هي هتعب بيها الديك من بره. دي التتبيله دي بتاعت الديك من جوه اهو، دخل كده في الفتحه اهي بصوا، دخلت كل هاي دخلت الخلطه كل، هغذي الديك كله بالنظام ده، وهعمل فيه الخلطه عشان يبقى ايه متبل تتبيله ملهاش حل
اجيب الناحيه دي كده واديني جبت الكب يا جماعه، احط فيهم معلقتين من الكاتشب ومعايا حبايه من البصل ومعايا حبايه من الثوم ومعايا شويه حبايه من الفلفل الاخضر وشويه من الطماطم اهو واضربهم في الكبه وبعد كده ارجع لكم تاني. بسم الله. هضربهم في الكب وارجع لكم تاني. وادي الديك اهو. طبعا عملت التتبيله اللي عملتها في الكبه معاكم اللي هو الفلفل والبصل والثوم والفضل شويه من التتبيله اللي انا كنت عاملاها بالسرنجه دي، رحت حطيتها عليهم عشان فيهم بهارات وفيهم حاجات كتير حلوه. هجيب التتبيله كده وهدهن الديك من جوه ومن بره. بصوا يا جماعه كده اهو، هدخل ايدي وادخل والتتبيله دي كلها من جوه، احطها هنا من جوه اهي وهدعك الديك كده كله اهو، بس اهم حاجه من جوه يبقى كله ايه، كله من جوه يبقى متبل. تدهنيه اهو كده هندهن التتبيله هنكبها. بصوا التتبيله دي كلي هضيفها على الديك وهدعكها دعكه زينه خالص من جوه ومن بره عشان خاطر هي، وهسيبها في الثلاجه لغايه ايه بكره الصبح ان شاء الله نسويه. ومعانا الفراخ اهي سويناها وطبعا كبسناها فريك يا جماعه وسويناها. معانا اللحمه المفرومه، هنعمل منها مكرونه ونعمل منها جلاش ونشوف هنعمل ايه تاني. وادي خلاص احنا صحينا الصبح دلوقت، فدلوقت احنا هنسوي ايه الديك الرومي، فحطيناه في الكيس الحراري اهو. فدي الجزر وطماطم وبصل، دي انا هحطه ايه بعيد كده عن حوالين كده الديك والصوص ديت اللي كان باقي مني في الصينيه، هحطه كده كبه ايه جوه الديك من جوه عشان ايه نسوي الديك ونخليه ايه اهو. هنحط الكريمة دي كلها من جوه كده اهو، طبعا سكر البهارات بتاعته اهو، حطيته في كيس الحراري وهحاول الكيس طبعا الكيس بسم الله ما شاء الله بس الكيس صغير، فهحاول كده ايه اقفل عليه كده كويس، اضم عليه كده خالص بالبتاع الحديده اللي جايه وراها. وادينا معايا طبق لحمه مفرومه اهو، ومعايا فراخ قطعت طبعا الصدور قطعتها صغيره كده، ووراك بردك خلصتها من بعضيها وقطعتها الوراك، هنعمل لها شيش طاووق. ومعايا هنا اللحمي بردك هعملها زي كباب حله كده، وهنشوف نعمل ايه تاني. بصلتين كبار اهو حطيتهم في على النار، حطيت حبات زيت هعمل فيها ايه، هتبل بيها اللحمه دي عصج اللحمه المفرومه. معانا طبعا الخلطه يا جماعه اهي، عايز اعملها معاكم الخلطه. بصوا خلطه الشيش طبعا ايه معانا هنا، نظبط لكم الكاميرا. بسم الله. معانا هنا الشيش، جبنا الطبق اهو، معانا كوباية زبادي طبعا، دول يا جماعة نص كيلو، نص كيلو وسطور على اوراق. هجيب هنا الطبق، هجيب بسم الله معلقة كبيرة كده من الزبادي، معانا هنا البهارات،
معنا فلفل اسود، معنا توم بودر، بصل بودر، معنا فلفل اسود، معنا كاري، معنا حبه صغيره من الكمون، معنا حبه من الزعتر، كله هنحطوه هنا ايه في المكونات. سمي بسم الله. معنا ايه حبايه من الخل، عشان الخل بتدي لها طراوه. ومعايا هني ربع كوبايه زيت اهو، معايا اللهم صل على سيدنا محمد، معايا هنا اما صوص يا اما دبس رمان. هحط ايه حبايه صغيره كده عشان بتديها لمعه حلوه خالص وبتديها مزازه في الاكله اهو. مش هكتر عشان ده ايه اهو في الخلطه بتاعتي دي. هقلب الخلطه دي كلها اهو زي ما شايفين، هقلبها وارجع لكم تاني. وكده بعد ما خلطنا الخلطه اهي زي ما انتم شايفين دوبناها خالص اهو. معايا الفراخ، هجيب الفراخ طبعا دي يا جماعه انا من بالليل طبعا هحط التتبيله دي هعملها كلي، وبعد ما احطها هعمل اخليها في الثلاجه لغايه ايه بكره ان شاء الله اذا عشنا وكنا من اهل الدنيا هعمل. بس لازم التتبيله دي تبقى من بالليل عشان ايه بتدي طعم حلو خالص للشيش ده لما انتوا تتبلوها. كل ما التتبيله دي بتطول في التتبيله، يعني اي فراخ معاك ولا اي حاجه هتتبليها وتخليها من بالليل بصراحه بتبقى هي جباره. انا تبلت الديك وشلته في الثلاجه واديني ايه هتبل الخلطه بتاعتي دي كلها. بصوا كده هغطيها الاسترتش واحطها في الثلاجه. هنشوف نعمل ايه في اللحمه. هاي الحله دي طبعا هذا رز اللحمه يا جماعه انا عصرتها اهي، اللحمه اللي هعمل بيها السمبوسه دي عصرتها واتعصرت معايا. معايا هنا الحله الثانيه اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت فيها بصلتين دي للحمه. البصل بعد ما دبلت معايا نزلت باللحمه اشوح فيها كده لغايه ما تشوح معايا وتدبل خالص البصله وتسكر معايا لما ازيدها بالميه. وبعدين هعمل عجينه الكروسو. بصوا طلع معايا 5 كوباية يعني كيلو دقيق، معايا كيلو دقيق، معايا هنا اللهم صل على سيدنا محمد معلقه صغيره من البيكنج بودر، معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورين، ومعايا معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من الملح. ومعايا حباية من الخل. طبعا هقلب الخليط ده كله. معايا كوباية من اللبن. ومعايا هنزيده اللهم صل على سيدنا محمد، هزيد زيت بباقي الميه يعني. معلقه صغيره من الخل عشان تفعل العجينه. وهبتدي اعجن. هجيب كوبايه اللبن اهو، بسم الله هكب كوبايه اللبن كده وهبتدي ايه اعجن. تكون كوبايه اللبن دافي. ومعايا هنا باقي العجين اهو، ميه برضه، ميه تكون دافيه. هخلص العجينه وبعد كده ارجع لكم تاني عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم. وديني بعد ما عجنتي هجيب معلقه من الزبده، معلقه من الزبده ها احطها فوق العجينه وهعجن تاني. بعد ما عجنتها خالص هني ودين جبت معلقه من الزبده وهشربها تاني في العجينه دي. طبعا معلقه الزبده يا جماعه بتخلي ريحه الكروسو حكايه. هشربها خالص كده وبعد كده ارجع لكم تاني.
بعد ما خلصتها بصوا العجينة لا طرية ولا بصوا لا طرية ولا سايبة يعني كده. دهنتها بشوية زيت وغطيها سيبها تخمر ونشوف نعمل ايه تاني. ودي رجعت لكم تاني بعد الخميرة ما خمرت اهو بسم الله هفش كده الخمر بتاعها واقسمها على فطيرتي. سمع على فطرتين معايا هنا اللهم صل على سيدنا محمد طبعا الرخامه انا غسلاها معايا هنا جبنه الهاشمين اهو بس هرش حبايه دقيق كده على ال خلي جبنه كده على الدقيق واجيب بسم الله واجيب النشابة تحتي هنشيبها وبعد كده ارجع لكم تاني. وديني بعد ما نشبتها اهو خلص زي ما انتم شايفين بصوا السمك بتاعها اهو زي كده. هجيب المسلسل سيد محمد القطعة اليدوية بتاعتي مثل واحد منهم اهو تديها كم تفتحيها كم فتحتين ثلاثة كده من فوق عشان تدي منظر في اللفة اهو بس كده عليها وبعد كده ايه عشان تدي منظر في اللفه هنعمل مع بعض واحده تاني تديها فتحه كده اهو من فوق بالقطعه كده وفتحه كده صغيره وهتجيبي الجبنه كده هي سهله وبسيطه وايه والبنات الشاطرين بيخشوا على النت وبيشوفوا الاكلات بتاعتني وبيعملوها ويا رب نكونوا ايه بنفيدوكم اهو تلفيها كده تمسك دي كده تلفيها اهو معايا الصاج انا هنا جايباه ودهناه اهو هحط فيه ايه دول كده واسيبهم ايه يخمر شويه طبعا هخلص التقطيعة دي كلها وبعد كده ارجع لكم تاني. نعمل واحدة عادية اهو وانت واقفة كده في المطبخ حالا حالا اهو دي عادية خالص معايا بعد ما حشيت طبعا الجبنه فطبعا خلصت الجبنه من عندي فعندي لحمي اهي لحم المعصر جدي بتاعت السمبوسي هعمل ايه هحشيها هكمل بيه الكروسو بتاعي اهو جبت الفراخ اللي متبلاها من بالليل ومعايا هنا طماطم ومعايا فلفل ومعايا بصل ومعايا ايه اللهم صل على سيدنا محمد عود الشيش جيتي انا ملينه طبعا يا جماعه فهنعمل ايه نسمي بسم الله كده الفلفل بتاع اليومين دول بصراحه مش حلو خالص احط كده فلفل احط طماطميه احط بصل اهو
اللهم صل على سيدنا محمد. هجيب حتة من الفراخ تبلاه اهو واحطها كده. هلبس كده كله ببعضه، حتة من الطماطم، حتة من البصل، اقفل البتاع كده بالبصل من تحت هنا عشان البصل بيسند اهو، عشان الطماطم، واحط حتة كده وحتة كده وحتة كده، وايه اهو من الطماطم من الفراخ اهو كده، بصل، اتبل كده كل العيدان اللي معاي، وبعد كده ارجع تاني. بعد ما عملتهم اهو وهم نايمين، طبعا حطيت انا حاطه في الفريز معاي هنا الكروسو خمر، وولعت الفرن. طبعا بعد ما خمر رحت جبت بيضه وحطيت لها شويه من اللبن ودهنت بيها ايه البتاع دي. معايا هنا ايه الشيش طاووق، انا طبعا حطاه في الصاج. بصوا يا جماعه حطاه في الصاج، حطيت الصاج اهو على النار على البوتاجاز، وحطيت له حبين من الزيت وايه اهو، وهقعد اقلب كده فيه لغايه ما ايه يحمر معايا. بس انا بغطيه عشان ايه، عشان خاطر البخار يطيب للفراخ اهو كده. هغطيه كده بالشاي بتاعها، وادي الباقي من نيه اهو، وهحط اللهم صل على سيدنا محمد، احط الساج في الفرن. بصوا يا جماعه الكروسو طلعناه من الفرن بسم الله ما شاء الله. بصوا 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 طاري خالص، بصوا الهشاشه بتاعته طاري خالص. بصوا لكم حته، بصوا الجبنه جواها وطري خالص او حاجه خفيفه. والواحد ما بياكلش يا جماعه في الفطار طبيخ ولا الحكاوي دي، فعملنا سمبوسه وعملنا الكروسو، وهنشوف ايه تاني هيتعمل. وادي نهايه الفيديو يا جماعه، ده لسان عصفور، وده السمبوسي، وده الشيش طاووق، وده الكروسو. بصوا مش عايزه احكي لكم بصوا طري ازاي، طري وزي العسل اهو. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير واسمع عنكم دايما كل خير. النهارده مع بعض هنعمل حمام وديوك، بس ديوك كبيرة شوية زي ما انتم شايفينها. طبعا نظفتها وعم نقعها من بالليل بالخل والليمون، والحمام برضه غسلها غسلة زينة، وبالليمون والخل غسلناه، وبالدقيق خليته فل كده. طبعا ده حمام من المربية في البيت، بس الديوك بصراحة من برة، مش مربية في البيت، اشترينا عندنا واحد جنبنا بنجيب منه. معانا هنا معايا شوية ملح، طبعا انا لازم ايه بحط شوية ملح كده، بسيق الحمام من جوه عشان لما تيجي تاكليه تلقيه حايق وحلو خالص. بحط شوية ملح كده وسيق الحمام من جوه كده، وبعد كده ايه لما تيجي تلقي الكبس حايق وحلو خالص، ومعاك الحمام لما تيجي تاكليها او تمصمص فيه تلقيها حاجة وحلوة خاصة، واحنا بنحب الحمام المصمص فيه يا جماعة زي ما انتوا عارفين. معايا الليمون انا طبعا هنا ايه عصر عليه الليمون، كنت عصر عليه في المية وخلوا خالص كده عشان تبقى ريحته نظيفة وحلوة كده وروحته جميلة وانت بتاكلي فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. معايا الديوكة اهي بردك بحط لها شوية ملح. كنت بقى بردك مرة عملتها معاكم، نزلت حطيت له توم بدقة كده حلوة، وبقيت اسيل هنا. العيال بصراحة ما عجبتهم شيء، بس انا والله عجبني الكبس بتاعه وريحة التوم في الفراخ حلوة خاص، بس العيال ما رضوش بيه، قالوا يا ماما تعملناش بتوم تاني، فرحت حطيت لهم بقيت ارش ملح بس كده. طبعا معايا هنا الرز انا محمراه في على النار، مدياله ايه مخليها كده لون اصفر وحلو، يعني محمراه كده نص حميري. وبعد كده رحت حطيت له ميه، بس ما حطيتش ميه كتير عشان خاطر ايه خليته ايه شويه، يعني ما خدتوش متفلفل خالص وطيب مستوي خالص، عشان خاطر هياخد باقي السوا في الديوك وفي الحمام اهو. بصوا خليت اللون بتاعه حلو كده خالص، لا خليته احمر ولا خليته ابيض. معايا هنا الحمام ادي نهجبس فيه. طبعا الحمام يا جماعة انا برتاح خالص في الحمام لما اكبسها من تحت، ما بحبش اكبسها من فوق على ما اتعودت يعني.
وانا قاعد فكبسها من فوق بس بتجيني راحه برتاح فيها اكتر في الكبس بتاعها لما بكبسها من تحت، يعني باخد راحتي فيها اكتر. اهو بزق الرز فيها اللي جوه اهو، شوف بصوا الحصله بتاعتها بقت ازاي اهو، زي ما انت حابه، عايزاها كبيره قوي، عايزاها صغيره، عايزاها متوسطه، زي ما انت حابه. الصدر بتاع الحمامي عايزاه قد ايه؟ هو بصراحه يا جماعه الحمام يعني احلى حاجه فيه اللي الصدر بتاعها دي، البشلوله بتاعتها احنا بنقول عليها هنا ايه، البشلوله بتاعت الحمام بتبقى حلوه خالص. بحط كبده عشان الجونصه بتبقى ايه، نيه لما بنسوها في بنسدوا بيها الحمام. بحط كبده انا عشان الكبده بتستوي بسرعه، فبحط ايه كبدي، واديني ايه كتفتيه اهو كده اهو زي ما انتوا شايفين، حلو خالص كده عزي، مش عايزه اي حاجه تاني. هي الحمام بصراحه عايزه اوريكم الحمامي، لو انتوا عايزين تشيلوا الزور بتاعها تشيلوا ازاي. طبعا في ناس بتحب تاكل الحمامه من فوق كده تاكلها، بصي انا بجيب الراس بتاعتها كده اروح تانيها كده بايدي واروح مطلعها بالراس بتاعتي، بطلعها خالص واخليها كده بس كده وحدي عشان خاطر ايه، عشان خاطر يعني تبقى حلوه خالص لما حد يجي ياكلها، لو عايز يقطمها من فوق يقطم. هعمل معاكم الديك ده عشان خاطر ايه، واكمل براحتي بعد كده اوريكم، بوريكم الحمام اوريكم الديك بردك نفس نفس الحمام الديوك زي الحمام، تشيل الزور بتاعها وكده بالسكينه وتروح ايه قطعها عشان ايه تاخدي راحتك في الصدر بتاعها. دي طبعا الزورة بتاعها ناشف شويه فتقطعها بالسكينه غير الحمام اه، قطعت قطعناها وبعد كده ايه نعمل الزور براحتي. لو عايزه تحشي من هنا تحشي، لو عايزه تحشي من تحت تحشي براحتك، يعني ايه المكان اللي يريحك تحشي منه. انا طبعا عشان خاطر اطول الصدر بتاعها بجيب المدهاك اللي انا بعمل بيه العصيده بتاعت العيش بتاعتني، بعمل بزق بيه الرز اهو، بصوا بجيب قعره المدهاك كده اهو واروح ازق بيها ايه الرز، بتبقى سهله خالص، او معلقه خشب عندك او اي حاجه تزق بيها الرز كده لجوه، عشان طبعا الديك كبير ما ايدك مش هتطوله انك انت تحط سك الرز فيه. عايزه تعمليها، انا بصراحه انا مش برتاح خالص ان انا بعملها من الزور بتاعتي، برتاح خالص من ناحيه دي، فانا بتصرف بعملها بصوا بالبتاع ده، هتحط شويه رز وتسكه بالمدهاك بتاعت بتاع العصيده اللي بنعمله بالعيش، تسك بيت بص تلقيها تعبت حلا معاكي دقيقتين، تبص تلقي تعبت الصدر بتاع الفرخه او الديك تعبى معاك خالص. اروح اكمل باقي الكبس كده اهو، وبجيب بتاع دي برضك بسد الديوك برضك بالكبده عشان ايه، شوفوا بقت ايه تعبت بقت زي العسل. عيل اللي تبي تعرقوا عليها دي يا جماعه خلي بالكم، يعني لما بنكبسوها العيل بيتعرقوا عليها، فانا بكبسها لهم بخليها لهم حلوه كده عشان ايه ياكلوا منها كله. بجيب الكبده بردك ابسد بيه كده عشان خاطر ايه الرز ما يتبحرش مني في الحلي، واروح جايبه ايه الرجل الديك زي كده اروح مكتفاها التكتيفه الحلوه بتاعتنا اهي كده، كتفته وبقى عسل اهو، عسل خالص اهو. اخلص الكميه خالص وهنشوف نعمل ايه تاني. معايا الميه هنا انا حاطه حله للحمام وحده وحله للديوك وحده، عشان طبعا شوربه الحمام مش بتبقى دسمه قوي زي شوربه الديوك، فانا هسوي الحمام في حله وحديهم وهسوي الديوك في حله تاني وحديهم. معايا اهو الحله الثانيه اهي، حطيت فيها ديك بعد ما كبسته، وادنا احط الثاني انا واحده عملتها بزورها، يعني بالزور بتاعها كان فيها والثانيه هي قطعت زورها.
عشان بس اوريها لكم لو حد حابب يعملها كده. معايا هنا ايه الخلطه الحلوه دي اللي بحطها في الشوربه، معايا بصل ومعايا فلفل قطعها نص قطعه، ومعايا فلفل ومعايا طماطم ومعايا جزر اهو، هحط نص الكميه هنا، وحطيت بصله واحطه برضك، بحصر نص ليمونه في الشوربه عشان خاطر بتمنع اي زفاره، اي زفاره تمنعها تبقى الشوربه حلوه خالص. ده فلفل اسود يا جماعه، وحطيت ملح وحطيت كزبره، حبين من الكزبره وحبين من الفلفل الاسود، وادي ملح بعد ما هي طبعا غلت. هنيجي في الحله الثانيه، ها هنحط الخلطه بتاعتني. اهي الخلطه بتاعتني، البصل والطماطم والفلفل، وبعدين هحط البهارات، هحط نفس البهارات الملح الابيض، وبعد كده احط الكزبره وبحط الفلفل الاسود. طبعا مش بحب احط السبع بهارات عشان خاطر الباميه ما تبقاش مزرقه معايا، فانا حطيت الفلفل الاسود والكزبره والملح عشان خاطر ايه هعمل على الشوربه بامية. معايا البامية ها، معايا نص كيلو من البامية، هقلمها اخرطها كده واقلمها التقليمة الحلوة دي عشان تبقى ايه معاك حلوة ونايرة كده، لما تقلميها كده تبقى فيها خطوط مزرقة، فانت تقلميها التقليمة دي. لا كانت خضرة وطازة يعني وجاية حلوة كده طازة، تقطعيها ايه التقطيع اللي تقطعيها تغسليها وتقطعيها على طول، لا مزرقة معاك الحروف بتاعتها تقلميها عشان خاطر ايه عشان خاطر تبقى حلوة معاك كده ولونها ابيض وحلو. معانا الحلة هنا، معايا شوف الشوربة بتاعت الديوك يا جماعة، طبعا شوف السمنية بتاعتها جميلة خالص، دي هعمل فيها البامي. معايا طبعا ماسكه التليفون بيد وحدي، فمش عارفه اصور واحط البامي كانت تتدلق مني كلها على البوتاجاز، فطبعا ايدي دايما في الحوض بغسل على طول يدي نظيفه، فانا بقى واخده باميه وبحط في بحط الباميه بايدي عشان خاطر ما هتتبحتر على البوتاجاز كلي ان انا ماسكه التليفون بيد وحدي، محدش من العيال قاعد يمسك لي التليفون، فانا بصور وحدي، فقلت ايه اتصرف، وقال لي كده جايز اتصرف. حط لها كبش تاني من الشوربة عشان حسيتها ايه الشوربة قليلة. هنا جبت الحلي وحطيت فيها معلقة من السمنة، وهعمل شوية لسان عصفور. هاجي هنا حتة مكعب من المرقة حطيتها في البامي، فطبعا هقلب كده وهروح ايه لما الريمي كله اللي على وش البامي اهو بالكبش كده، وتلميه كل ما تلقي ريمة تلميها، هتاخد غلوتين واطفيها، وبعد كده لسان عصفور اهو. طبعا يا جماعه الجو حر ومش بنحب نعمل مسبك كتير في الـ في الـ في الحر عشان خاطر ايه الدنيا حر يعني ما حاملينش التقالي والحاجات دي، فبنعمل بامي وهنعمل لسان عصفور بس، وكفايه الرز اللي هو جوه الحشو جوه الحمام وكده، يعني وجبه حلوه خالص. حطيت حبه من المرقه، شايف الدنيا هتبقى مشكلة، وبعدين المدير هيرجع بعد ساعة. اتفضلوا اقعدوا.
حمرت معايا وهضيف لها شويه من الشوربه، وبعد كده بسيبها شويه بعد ما بحط لها الشوربه بسيبها شويه كده اطفي عليه واسيبها شويه عشان خاطر ايه، عشان خاطر تاخد يعني ايه شويه سوا كده صغيرين وفي الشوربه نفسها بتستوي. وبعد كده بولع عليها لما بنحضر الاكل وبحط لها معلقتين كبشين شوربه عشان ما تاخدش شوربه كتير منه. جبت الحمام والديوك اهو، طبعا بس الديوك يا جماعه مش هحمرها دلوقتي يعني في الاكل، استوت خالص معايا، بصوا طهرت خالص. انا هتبلها وهدسها في التلاجة عشان خاطر ايه نخلوها ايه البكرة ان شاء الله. معايا هنا حبه من العسل النحل ومعايا من شويه طماطم، فهجيب العسل كده وهدهن كده دهنه بسيطه كده على الحمام، بتدي لها لمعه وحلو يعني وبتبقى شكلها جميل خالص. ادهن كده ادهن الحمام وهتبل بردك الديوك معايا وهدعينها في التلاجي، وهنعمل الحمام هناكل منه والديوك ان شاء الله ناكلوها بكره. بعد ما دهنتها بالعسل هدهنها ان شاء الله بالصلصه عشان خاطر ايه تدي لمعه حلوه كده تدي لمعه حلوه للحمام وللديوك. خلصت الحمام وهنزل ايه بالديوك، هحمرها كده خالص، هتبلها بالطماطم الصلصه بتاعتي دي اللي عاملاها، واحطها في الفرن. طبعا دي مش هنحطها في الفرن، هنحط الحمام بس وهتبله، وبعد كده هتشيلها في التلاجة متبلة على اساس ان ايه لما تيجي تحمري على طول تحمريه، ما تجيبيش تاني وتعملي، لا يبقى متبل جاهز وتتحطيه على طول في الفرن. وادي نهاية الفيديو، بصوا الحمام وعملنا بامي ولسان العصفور وحمرت البامي، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بكم حبيبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأسمع عنكم دايما كل خير. طبعا لي فترة جماعة ما صورتش ولا نزلتش فيديوهات، أنا كنت تعبانة شوية وبصراحة القناة مش عجباني خالص ولا عجباني المشاهدات، فأنا بتعب وبعمل مجهود كبير جوه في الفيديوهات ومش بلقى أي مشاهدات للفيديو، فعشان كده أنا هي حبيت أستجم وأخذ راحة شوية، فأنا كل ما هلقى نفسي كده هنزل لكم فيديو. هنعمل صينية، معايا طبق بانيه قطعته المكعبات اللي انتم شايفينها دي، معايا بصلتين هنشوف هنعمل ايه فيهم. بسم الله، معايا بصلتين عناصر في الكبده، برصه في الكبده، ونزلت بيهم على الحله الصغيره دي بتاعتي، فهعصج ايه الفراخ وهنشوف نعمل ايه مع بعض.
مفهوم هاي البصله هي لما دبلت هنزل بالفراخ. ده طبق بني يا جماعه قطعته مكعبات وهسيبه ايه. طبعا حطيت فلفل اسود وحطيت الملح ويعني ايه بهرت البصله بتاعتي فهسيبه زي كده لغايه ما ايه لغايه ما يتشرف مع البصل وبعد كده ايه يتسبك يعني بالفراخ مع البصل. عايز اوريكم عملت 100 فراخ في الفرن اهي. مش عايز اقول لكم هقول لكم على هي مقادير. معايا اللبن اهو حطيت له ملح وحطيت له فلفل اسود واغلب كده اللبن. ومعايا طبق من الشوربه لو احتجتوه هضيفه على اللبن. اهو اللبن جهزته خالص عشان يبقى جاهز جنبي ما احتاسش في البشاميل. تجهز الشوربه وتجهز اللبن تحط له الفلفل الاسود تحط له الملح وتخليه جنبك جاهز. هاتوني جبت الحله وحطيت السمنه اللي كان معايا هنا ثلاث معالق كبار من الحديد اهو. جماعة البشاميل بتحب دقيق بتحب سمنة كتير فأنا بحاول بقدر الإمكان ما أحطش سمنة كتير عشان إيه الدهون يعني هي حطيت معلقة كبيرة من المعلقة دي عبيتها ودي حطيتها إيه زبدة أو سمنة بلدي اللي موجود عندك. أول ما تشم ريحة الدقيق كده شم ريحة الدقيق تروح إيه توقف على طول. خدها وخلاص كده خدت لون ومعايا المضرب السهل اليدوي بتاعي المضرب اليدوي فتفتي كده الدقيق كله يتفتت معاك وهو ايه لسه ما سخنش ولا حاجه اهو. ايدك على طول فيه زود شوية شوربة وهشتغل فيه هون في ده على طول هاخد اقلب كده هاخد اقلب معايا هنشوف البتاع ده اهو. شوف الفراخ حطيت له فلفل اسود حيدتها الحياد المصدر كده انا هي سايبه الفراخ مع نفسه بتاخد وتدي بشكل ودي ونمسك في البشاميل تقلب في البشاميل على طول. طبعا انا جبت الفراخ يا جماعه معايا غراض عينها عندي في الثلاجه رحت قطعتها ولينتها من بالليل حطيت لها الريحه الجميله اللي انتم عايزين تاخدوها للفراخ والتتبيله الحلوه اللي عايزين تاخدوها للفراخ وتشيل اي زفاره للفراخ تحطي طماطم تبشري طماطمتين وتحطيهم على الفراخ وتحطي معلقه بتاعتي توم بودر وتحطي شويه فلفل اسود وشويه ملح وتحطي ثلاث ليمونات تعصريها على الفراخ وتحطي ملح وتحيقيها وتحطيها شويه لون صلصه ما تحطيش خل عشان الخل بيدوب الفراخ لو هتبيتيها من بالليل. تحطي ليمون بس ليمون وطماطم اللهم صل على سيدنا محمد وتوم بودر وملح وبهارات يعني عندك ترشيها عليها وتروح تدعك الفراخ دحكه زينه وشويه دقيق وتلينيها كده بشويه ميه بليمون بالطماطم بالخلطه دي كلها وتخليها في الثلاجه. تيجي تاني يوم تطلع الفراخ تشم الريحه ريحه ما حصلتش تجيب اللسونين وترص الفراخ وتحط عليها بصل وطماطم تكون ضربها في الخلاط بصل وطماطم وتروح برضك بهارات وتروح ايه
تطلعيها من الخلطه دي وتروح حطها في صينيه وتكبي. عايزه تحطي بطاطس تقشريها تقطعيها قطع صغيره وتحطيها عشان اللي حب حد عايز ياكل من الصوص بتاع الفراخ ياكل بطاطس يعني فيه بطاطس واحده مع الصوص ده كله طماطم وتحط دبس الرمان وتخلط الخلطه دي كلها في مع الفراخ وترصيها في الصينيه وتحطيها في الفرن. هطلع لكم الفراخ وهتشوفوها هي شكلها. معايا حطيت المية على النار ومعايا مكرونة سباكيتي اهو. هاخد كيس ونص من دول عشان كمية الفراخ كتيرة وعايزة اوريكم البشاميل بعد ما نمشي اهي. السمك بتاعها قعدت اقلب فيها كده لغاية ما تماسكت معايا بالمنظر ده. خليتها كده انا اسلق المكرونه ونشوف نعمل ايه تاني. واديني جبت الصينيه اهي دهنتها وحطيت عليها مصلى سيدنا محمد البشاميل وادي المكرونه هي سلقاها جنبي. هجيب كده بسم الله طبعا المكرونه تعمليها بايدك عشان ايه بتتزحلق من المقصوصه. سويها كده في الصينيه والحرام ده. يا حبيبي خش ولع النور ده ولع النور يا حبيبي. اهلا يا حبيبي. بعد كده نعمل ايه؟ نجيب الفراخ اهو انزلها كده لازم اوزعها على الصينية كلها. كله كده حطيت الكميه كلها هنا وادوس كده بايده او بالمقصوصه كده دوس كده تسويها. وبعد كده انزل بباقي المكرونه بسم الله. واساوي بعد كده اساوي انا ايه الصنع. طريقة سهلة وحلوة خالص وتغيري شوية من الأكلات اللي انت بتعمليها اهو. سوي كده بعد كده حط البشاميل سويها كده بالمقصوصة ومولع الفرن اهو كده. انا خلصت ال هذا البشاميل كده واساوي كده ايه على الصينية كده. اجيب بيضة واروح ادهنها فوقيها وبعد كده احطها في الفرن كده ايه خلصت معانا الصينية. بعد ما تطلع ان شاء الله اوريها لكم. عايزه اوريكم صينيه الفراخ. بصوا صينيه الفراخ يا جماعه طالعه تحفه تحفه تحفه. بصل وطماطم والبهارات زي ما قلت لكم على البهارات اللي انا كنت ملينا فيها الفراخ تدي ريحه حلوه خاص ونكهه جميله. شم ريحه الفراخ ريحتها بصراحه ملهاش حل. حطيت بطاطسايه واحده كبيره قطعتها في الصوص بتاع الفراخ وحطيتها في الفرن. بصوا طلعت شكلها تحفه. وبعدين طلعتها من الفرن بصوا شكلها خطير وطعمها ان شاء الله يكون احلى. طبعا هطلع منها انا سخنه اهي هطلع منها حته كده ونشوفوها.
طبعا هو طلعت من هي يا جماعة لو باردة يعني تبرد شوية هتطلع الحتة بحتتي، لكن هي سخنة لسه مولعة نار طلعت منها عشان هي تعالج عنين وعايزين ياكلوا. ولا الفراخ، يا رب تكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا الاشتراك، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي صنية الفراخ اهي، بصوا الفراخ طلعة تحفة تحفة، بصوا الخلطة اللي عملتها، وعملت بطاطس حواليها عشان ايه اللي عاوز ياكل يلقى بطاطس ياكل منها.